ولكن بدأت البطولة عندنا بدورات مجمعة في مدينة طنطا ثم الإسماعيلية. بدأنا أول مباراتين كانوا صعبين جدا، وكنا احنا لسه على الولاد صغيرين مواليد 92 عندهم رهبة، وكانت البطولة صعبة. تعادلنا أول مباراتين، ولكن كان عندي ثقة في قدرات كل اللاعبين ال 22 لاعب على مستوى عالي، وكنت متأكد ان هم هيعلوا في أثناء المسابقة، وان المباراة هتجيبهم، وان هم بأمانة اعلى مستوى من اي حد انا شفته. وبدأ فعلا من المباراة التالتة وهم بدأت ان يفرضوا سيطرتهم على البطولة، يفرضوا سيطرتهم على المجموعة، وانهوا العشر مباريات الاولى وهم حاصلين على المركز الاول، بخلاف المرتبط كان حاصل برضه على المركز الاول، كل فريق على حاجة حاصلين على المركز الاول. بعد كده اخذوا الثلاثة الاوائل من كل مجموعة حتى يصبح ست فرق، وكنا من البداية والناس بترشحنا للصعود، والحمد لله احنا كنا بنتمرن عشان ما نخذلش حد، كنا بنتعب عشان ما نخذلش حد. بدأنا المشوار الاخير العشر مباريات ذهاب وعودة، الدور الاول خمس مباريات قضيناهم بلا هزيمة الحمد لله، وفوجئنا بان في نقطة اعتبارية والنقطة تتلغى، صعبت علينا الامور، عقدت علينا الامور، لان احنا بنبدأ من جديد وفضل خمس مباريات وده كتير قوي. جت على اعصابنا، حصل نوع من انواع التوتر، كانت اول مباراتين خارج ملعبنا، وفي المباراة الاولى اتصاب بعض لعيبة، لعبت المباراة التانية والناقص اكتر من سبع لعيبة، فحصل دروب في المباراة التانية هزمنا، ولكن الفريق كان عنده مقدرة ان هو يقف من جديد، الفريق كان عنده مقدرة ان هو يعيد من حسابات نفسه. الحمد لله كان عندنا اكتر من 10 ايام، حابب ان اتكلم على 10 ايام دول كتير قوي، لان شفت فيهم اصرار وعزيمة وحب من اللاعبين غير عادي. بامانة انا عندي لعيبة اتجبست في المباراة ديت، وفاجئ ان بعد الجبس بيوم بيفك الجبس ويقول لا انا هاخد ابر، انا هعمل علاج طبيعي، انا هتحمل كل شيء، انا لازم اكمل، لازم العب، مش هسيب التيم في الوقت ده. الحمد لله رب العالمين، اللعيبه بعزيمتها وباصرارها وبمجهودهم وحبهم قدروا يرجعوا للملعب باسرع زمن ممكن، وفي خلال 10 ايام فعلا السبع اصابات تواجدوا، وتواجدوا مع الفريق، وتواجدوا في المباراتين الاخيرتين وفي المرحله المهمه للمسابقه، وقدروا ان هم ينهوا المرحله بشكل لائق وبفوز مستحق، ومش بفارق هدف ولا اثنين، بفارق سكور، ليثبتوا انهم الاقدر والاصلح للصعود للبطوله. انا حابب ان اشكر مجلس اداره، زي ما شكرت مجلس اداره وزي ما شكرت اللجنه الرياضيه، انا حابب اشكر ال 22 لاعب بجد، هم تعبوا جدا معايا وتحملوني كتير، اتمرنوا كتير، تعبوا كتير، وربنا اسمه الحق العدل، ان الله هو الحق العدل، واعطاهم حقهم وكان عادل وانصفنا. احنا بقى لنا موسمين ماشيين اول في الدوري، اتلغى الدوري السنه اللي فاتت نص الموسم واحنا اول، والسنه دي واحنا اول الحمد لله رب العالمين. فانا بشكر اللاعبين فعلا، انتوا تعبتم وربنا اداكم على قد تعبكم، ربنا اداكم حقكم، انتوا تستحقوا اكتر من ذلك، كلكم كلكم وبلا استثناء تلعبوا دوري محترفين، كلكم لعيبه على مستوى عالي جدا، فيهم الخبره وفيهم العناصر الشابه، فريق متكامل من وجهه نظري الشخصيه. سعيد وشرفت بان انا اكون المدير الفني لهم، لاعبين محترمين اكفاء، عندهم ميزه ما شفتهاش في الفرق كلها اللي لعبتهم الا نادرا، هو الحب، عندهم حب البعض، بيحبوا بعضهم جدا، بيحبوا جهازهم الفني والاداري جدا، علاقتنا ببعض هي علاقه اب واسره متكامله. انا بشكر اللاعبين على تعبهم ومجهودهم، واحب قبل ما انهي بس ان اشكر الجهاز الفني واخصهم بالاسم، انا بشكر جدا الكابتن عبد العزيز موسى عبد العزيز المدير الاداري، الاب الروحي للتيم، اللي كان بيحلف حوالين اللعيبه، اللي كان بيحل كل مشاكلهم. احب اشكر الكابتن حسام حسن سليمان دراع اليمين، المدرب العام، تعب جدا، اتحمل جدا كتير، اجتهد في التدريب، ابتكر، اتحملني انا شخصيا كتير، وانا جيت عليه كتير، وكنت فتره اخيره فعلا اعصابي بدات ان هي تكون مشدوده، فجيت عليه كتير، وهو كان الراجل فعلا بيتحملني، وانا كنت بثق فيه جدا جدا جدا، وكنت بديله حقه لانه هو يستاهل انه ياخد الحجم ده. بشكر كابتن سامح مساعد مدرب، تعب مع المرتبط وتعب معانا في الفيرست وتحمل كتيرا. بشكر الكابتن عصام
دين محمد مدرب حراس المرمى، تام مع حراس المرمى. بشكر الدكتور اسامه عبد العزيز والكابتن اسامه الشرقاوي المنسق الاعلامي، الاثنين بامانه وخصوصا في الفتره الاخيره ما كانوش بيناموا، سواء اسامه عبد العزيز دكتور الفريق، عندنا اكتر من 7 اصابات بالغه عشان يرجع الملعب في 10 ايام. انا بشكرك جدا يا دكتور اسامه. بشكر المنسق الاعلامي الناجح المجتهد المبدع اسامه الشرقاوي. بشكر كل واحد، خايف اكون نسيت حد، بشكر الاستاذ جلال واشرف الازاز والكابتن شريف صلاح الاداري النشئ اللي انا بعتبره من الحاجات الجميله اللي انا عملتها في الجهاز، شريف وسامح. بشكر عمال الخدمات الكابتن محمد فرخه عشرة العمر، ده ما بقدرش اسيبه معايا في كل نادي. بشكر جمال عبد الرازق، مصطفى الدوتس. انا بشكر كل الناس اللي وقفت معايا وقفت ضدي. حابب اقول حاجه اخيره يا جماعه، البطوله ما بتجيش قفز ولا بتيجي بخطوه كبيره، البطوله بتيجي بخطوات صغيره مدروسه، اتعب فيها واجتهد عشان ربنا يوصلك اليها. بقول للناس، انا كنت ناس كتير كانت بتحاربنا، بس كان كل ضربه ما كانتش بتموتنا، بالعكس كانت بتقوينا. كل ما كان حد بيقف قصادنا كان بيدينا الدافع اكتر ان احنا ننجح عشان ننتصر. يا جماعه، ان لم يكن لدينا شيئا نحيا من اجله فكان لابد يكون لدينا شيئا نموت من اجله، واحنا كنا بنحيا وبنموت عشان نصعد محترفين. فانا بحمد ربنا وبشكر فضله عز وجل انه احنا وصلنا للمستوى ده. بوعد الناس كلها، بوعد اعضاء النادي، بوعد محب اسكندريه ومنطقه اسكندريه، بوعد كل عشاق الفريق، احنا في المحترفين الموسم الجاي ان شاء الله احنا مش هنكون اقل من اي حد، هندعم صفوفنا، هنكونوا تيم منافس، هنكونوا تيم قوي، مش هنقل عن اي مستوى، ونتمنى مساندتكم لنا وانكم تقفوا بجوارنا بس، واحنا ان شاء الله هنكون على قدها في الموسم الجاي باذن الله. اشكرك استاذ سامي.